بصراحة ما شايف هيك باور بانك يخبل، والله عبالك شوكليته، ماكو هيك يعني روعه. طبعا اخوان اني اسولف وما راح اخوض باي تفاصيل، لان هاي زندور الاصدار الجديد الميني 10000 ملي امبير، جمال فول. طبعا شيء اكيد من الوكاله الرسميه، اكيد بها ضمان سنه. وللعلم اخوان هذا البراند مو رخيص، للي ما عنده معلومه زندور تعتبر من ضمن اقوى الوكالات والشركات العالميه، واللي عنده معلومه بعد يعرف منه زندور حيعرف مو رخيصه. ال 10000 ملي امبير الميني حيكون بها منفذ تايب سي منفذ يو اس بي، وتوفرت بهذا اللون الحلو واللون الرصاصي داكن واللون الرصاصي او السيلفر الفاتح. اما اللي يريد حجم اضخام، وتوفرت زندور ال 20000 ملي امبير بس بعد جمال، توفرت بها 3 منافذ تايب سي عدد 2 انو اوت، اثنيناتهم انو اوت او يو اس بي اوت، يعني ناخذ شحن من 3 منافذ ونعطيها شحن، يعني نشحنها اليه اما من هذا التايب سي او هذا التايب سي. طبعا ال 20 وال 10000 تنطي 20 واط، وتوفرت نفس اللون الشوكليته والسيلفر الداكن والسيلفر الفاتح. اما اسعارها مو رخيصه مثل ما نعرف، ال 10000 دينار حيكون سعرها 45000. امانه الاخوان زندور ابد مو رخيصه، حيكون سعرها كلش غالي بس براند فلوسه بي. اما ال 20000 حيكون سعرها 65000 دينار. زندور ما اشرح التفاصيل، ومثل ما عرفنا من الوكاله اذا بها ضمان سنه. وان شاء الله عندي توصيل كل العراق مع بغداد 7 محافظات، الطلبه والاستفسارات والتدللون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اجاندج.